متعودين مني دايما على صباح الخير. النهارده هقول لكم مساء الفل. قررت اشارك معاكم النهارده روتين مسائي. طول اليوم النهارده ما عملتش اي حاجه في البيت وكنت مكسله، حتى الاكل كان عندي اكل من امبارح، فيعتبر ما عملتش اي حاجه في البيت. فقررت اشارككم بقى روتيني المسائي ونتشجع مع بعض، واخلص كم حاجه كنت عايزه اعملها في البيت ومنها اشجعكم. وانتوا كمان على فكره بتشجعوني بالكومنتس الخطيره اللي بتكتبوها لي دي، بجد انا بحبكم قوي. الكومنتس بتاعكم مش متخيلين قد ايه بتفرحني، وبجد البنات الصغيرين اللي بيتابعوني انا كل مره بيبهروني، ومش متخيلة قد ايه كل دي بنات صغننة بتتابعني. فانا مبسوطة منكم قوي وانتم منوريني، بجد فرحانة. الفيديو اللي فات كنت قلت لكم ان انا في بنات صغيرة بتتابعني، لقيت عدد اكبر كاتب لي في الكومنتس كلهم بيقول لي احنا فاكرين ان انا بس اللي بتابعك، وانا عندي 10 سنين، انا عندي 11، انا عندي 12. فانا بجد مبسوطة منكم قوي قوي، ومبسوطة ان انتم بتحبوا الفيديوهات بتاعتي وبتشوفوها، وان الفيديوهات بتاعتي بتشجعكم ان انتم تقوموا تساعدوا مامتكم في البيت. فبجد برافو عليكم. اول حاجة في الروتين المسائي اللي بحب دايما اخلصها هي طبعا المطبخ. المطبخ ده اساسي كل يوم بالليل في كل بيت، بنحب ان احنا نخلصه عشان ننام مرتاحين، ولما نصحى الصبح تاني يوم يبقى عندنا طاقة كده من الاول وجديد ان احنا نبدأ اليوم. فالحاجة اللي بعملها كل يوم طبعا بالليل ان انا بلم الباسكت كله، بشيله وبطلعه بره، وبغسل الباسكت نفسه عشان ما يكونش فيه ريحة وحشة، ما يكونش فيه حشرات، ما يكونش فيه مثلا بواقي اكل فتعمل نمل او حاجة زي كده. فاهم حاجة عندي ان انا بفضيه كويس، وباخده في البانيو كده في الحمام، بحط فيه ديتول، بحط فيه كلوركس جل، اي حاجة من الحاجات دي، وبغسله كويس. اهم حاجة بقى ننشفه عشان المية ما تعملش ريحة وحشة، وبرش فيه اي معطر من جوه، او بجيب قطنة واحط عليها زيت عطري واحطها في الباسكت من جوه، واحط له كيس نظيف. بصوا بيبقى زي الفل، ويعني حاجة كده اخر نظافة، على عكس بجد لو سبتوه خصوصا بقى بالذات في الصيف بيعمل ريحة وحشة قوي في المطبخ، بيجيب نمل، وبجد اوحش حاجة كمان الريحة، بيعمل ريحة بشعة، لان بواقي الاكل طبعا مع الحر بتبوظ وبتعفن، فالريحة بتبقى صعبة، فبيبوظ لكم ريحة المطبخ كله. فكل يوم اساسي طبعا، كلنا انا عارفة بنعمل كده، بس انا بحب اشارككم عشان نتشجع، وعشان البناتيت الصغيرين اللي بيشوفوني كمان يعرفوا الحاجات دي، وعشان العرايس المتجوزين برضو يتشجعوا معانا. بعد ما خلصته كان في بقى شويه مواعين، انتوا عارفين بالليل اللي اكل فاكهه، اللي شرب عصير، اللي مش عارف ايه، فبيبقى في كام حاجه كده في الحوض، برضو قلت ان انا اغسلهم واسيبهم. بصراحه مش هكذب عليكم، انا ساعات بيبقى في حاجات كده في الحوض ببقى تعبانه وبكسل وبنام واسيبها، بس بروح حاطه فيها ميه علشان مثلا لو فيها عصير او حاجه ما تلزقش، ما تعملش هموش، تبقى سهله في التنظيف. فمثلا بسيب فيهم ميه، وتاني يوم الصبح بروح غسلهم لو انا مش قادره. طب لو انا قادره بغسلهم بالليل عادي، وحطيتهم في المطبقيه كمان عشان يتصفوا. يعني الحاجات دي مش اساسي ان احنا نعملها كل يوم، اللي هي مثلا المواعين. لو انت مش قادره ما تضغطيش على نفسك ابدا، بس طبعا لو عندك طاقه ولو قادره، زي انا مثلا طول اليوم كنت مريحه ما عملتش حاجه، فاللي هو لا انا طب ليه ما اعملش الحاجات دي بالليل، فعملتها بالليل. بعدين غسلت الديسبنسر بتاع الصابون، لان طول اليوم بيبقى فيه بقى عليه بواقي ميه وتراكمات وكده، فممكن برضو تعمل ريحه وحشه، فبحب ان انا كل يوم بالليل اغسله، ولو ناقص او حاجه بروح مزوداه كمان من الصابون السائل. الازازه اللي محطوطه على الحوض دي المرسوم عليها فواكه، ده منظف بتاع الخضار والفاكهه، برضو كنت جايباه من ماي واي، بعشق منظفات ماي واي، فده بتاع الخضار والفاكهه عشان ينظفها كويس جدا. وطبعا نظفت الحوض، وحتى الفوطه بتاعه الرخامه انا اصلا بغسلها كل شويه، يعني طول ما انا واقفه كل ما بعمل حاجه في المطبخ بمسحها بيها، بروح احط عليها شويه صابون مواعين واروح غسلها كويس عشان ما تعملش ريحه زفاره، وكمان علشان ما يبقاش عليها دهون وتلزق كده. فاحسن حاجه ان انتوا كل حاجه تمسحوها بالفوطه بتاعه المطبخ، بروح اغسلها على طول بعدها، تفضل طول اليوم معايا زي الفل ومش مدهننه ونظيفه وما فيهاش اي حاجه. طبعا النديمة بتكون صاحية في الوقت ده لسه ما كانتش نامت، فعايزة اقول لكم ان انا كنت بعمل كل حاجة على مراحل، ما كانتش بتحصل ورا بعضها. يعني انا غسلت المواعين ورحت قعدت مع ديمة شوية، عقبال ما المواعين اتصفت ونشفت رجعت شلت المواعين، وبعدين قلت اغسل المطبقية. انا في العادي بغسلها بخل وصابون سائل، وكمان فرشة صغيرة بستخدمها للاخرام والاجزاء الضيقة علشان انضفها كويس، بس بما اني كنت لسه عاملة كده من كام يوم وكانت نظيفة، فاستكفيت بس ان انا اعملها الليفة بتاعت المواعين والصابون بتاع المواعين. شلتها، شلت الفوطة اللي تحتيها كمان، كل يوم بحب ان انا بالليل اشيلها عشان بتكون مبلولة، احطها في الغسيل واجيب بقى واحدة نظيفة، وطبعا بمسح الرخامة قبل ما احطها، واحط فوطه نظيفه كده وتكون ناشفه، واحط عليها المطبقيه عشان تكون جاهزه تاني يوم لاستقبال المواعين بقى من اول وجديد.
وكمان رحت مخلصة الجزء اللي جنبها بالمرة، رحت منظفاه، كان عليه ازايز مية مليتها وحطيتها في التلاجة. وده النظام اللي بحب اتبعه دايما في المطبخ، ان انا باخد ركن ركن او جزء جزء اخلصه، بحس ان ده بيريحني نفسيا وبيحسسني ان انا انجزت كتير، واللي هو يعني في خلاص حتة كده اتشالت من عليا. تاني حتة بقى خدتها اللي هي الجزء التاني اللي جنب الحوض، وانا مسحت بس حوالين الحاجة، لان انا كده كده الفترة دي بنضف المطبخ. احنا الفيديو اللي فات لو ما شفتهوش اتأكدوا ان انتوا ترجعوا تشوفوه، عملنا التنظيمات الداخلية في المطبخ، فلسه بقى هعمل الدواليب من بره، لسه هغسل كل الحاجات اللي على الرخامات وكده، فعشان كده بس استكفيت بالتلميع كده سريع للرخامة. وباخر بقى جزء في المطبخ عندي شلت من عليه الحاجات اللي انا كنت مستخدميها، اسمها ايه بتاعت مكنه القهوه المعيار ده، وكمان الاير فراير كنت مستخدميها فشلتها في الدولاب بتاعها، علشان اهم حاجه نشيل الكراكيب من مكانها. الرخامه كمان اتلمعت. واخر حاجه كان البوتاجاز، انا البوتاجاز كان نظيف بس كان عليه كام حاجه كده مترطشه، حاجه بسيطه قوي، فقلت المعه عشان يبقى كمان شكله حلو. فبس كل اللي انا عملته شلت الحوامل بتاعته، حتى ما غسلتهاش لان انا ما استخدمتهوش اصلا، بس كان فيه كام حاجه مترطشه مكان ما سخنت يعني، فشلت الحوامل وحطيت عليه اللي هو منظف بتاع الاسطح اللي انا وريته لكم قبل كده، ومطهر يعني اي حاجه، بس ان انا ايه المع بيها البوتاجاز مش اكتر، بدل ما احط يعني هم كانش مستاهل صابون مواعين بقى وليفه وكده، اي حاجه سريعه كده تلمعه. عايزه اقول لكم كمان من الحاجات الحلوه قوي اللي بتلمع الستانلس بتاع البوتاجاز، عشان دايما بتسالوني عليه، الملمع الزجاج. لما تغسلوا البوتاجاز بعد ما تخلصوا نشفوه، وبعدين رشي عليه ملمع زجاج وامسحيه فوطه ناشفه، بجد هتشوف في الستانلس بتاع البوتاجاز ده بيلمع لمعة خطيرة. عشان السؤال ده دايما بيجي لي، خصوصا لما بكون عاملة بالملمع بتاع الزجاج، بلاقي ناس بتقولي روان هو الستانلس بيلمع كده ازاي بالملمع بتاع الزجاج، اعملوا بيه البوتاجاز بجد بيلمعه حلو قوي. واخر حاجة كنت عايزة اعملها، كنت عايزة اغسل الميكرويف كده نضفه تنظيفة سريعة، يعني بشيل من الحاجات اللي عليا في المطبخ. انا بشيل الطبق بتاعه والغطا كمان بتاع الميكرويف، انا كنت جايباه من ايكيا، دول بغسلهم في الحوض عادي جدا بالصابون والليفة. اما الميكرويف نفسه من جوه بستخدم منظف الميكرويف والتلاجة بتاع كلين من ماي واي، برشه عليه من جوه، بينظف حلو قوي، وكمان ريحته خطيرة، انا بحب ريحته قوي، فبرش على الميكرويف كله من جوه وبمسح الباب بتاعه، وكمان حتى الجسم بتاعه من بره برجع كل حاجة من تاني، بيبقى نظيف وزي الفل. وبعد ما خلصت دخلت على اوضه الليفنج روم، كنت عايزه اظبطها كده، وكنت عندي غسيل عايزه اطبقه، يعني حاجات كده قلت ادخل اعملها هناك، بحب بالليل بقى اولع الاضاءه اللايت الورم دي كده، بتديني احساس ان الدفى كده، ان احنا خلاص الدنيا ليلت. وطبعا برتب الكنبه اللي هي اصلا بتتبهدل كل 5 دقايق، فانا ساعات بسيبها بقى طول اليوم زي ما هي كده، وارتبها بس بالليل وخلاص. وسالتوني كتير على الثرو اللي انا حطاها، والله كل فيديو تقريبا بتسالوني عليها، وبقول لكم ان انا جايباها من بيج على الانستجرام، حتى حطيت لكم والله البيج مره قبل كده برضو، جايباهم من بيج على الانستجرام، هتلاقوهم كمان موجودين في ايكيا، بس اعتقد هيبقى سعرهم اغلى. انا جايبه الواحده ب200، وفعلا بيحمولي الكنبه واشيل واغسلهم زي الفل يعني. كنت بوريكم الكرتون عشان اثبت لكم ان ديما لسه للاسف صاحيه، كانت راضيه تنام وكانت مرخمه عليا، وعارفين خلتني يعني اندم ان انا صورت وهي صاحيه، واندم ان انا اشتغلت وهي صاحيه، لان بجد فرهدتني وتعبتني، مش متخيلين بجد انتوا يعني كل ده بيظهر لكم كده دقايق ورا بعض، بس انا كنت بفصل بينهم كل شويه بسبب ديما، كانت بتقعد تزن عايزه حاجه معينه او متضايقه من حاجه معينه، فما كنتش عارفه ان انا اشتغل مره واحده، ما كنتش عارفه حتى اركز في التصوير منها. بس هو يعني انا بقى كنت خلاص يعني قررت وخدت القرار، انا النهارده هعمل معاكم نايت روتين، يعني هعمله مهما كان، مش هخلي اي حاجه توقفني، فقلت لا انا هكمل برضه. فقعدت جنبها كده وهي بتتفرج، هي للاسف تبقى عايزيني جنبها في كل حته، يعني لو واقفه بقى هتقولي شيليني، فانا بستسهل واقعد معاها خلاص مش مشكله. فهي كانت قاعده جنبي، وقلت بقى اطبق الغسيل. انا الصراحه مش هكذب عليكم، الفتره دي انا بسيب الغسيل باليومين 3 وبعدين اروح عاملاه مره واحده، ما مش عارفه بقى تقيل عليا قوي ان انا كل يوم اطبق غسيل، فبعمل كده ان انا اجمعه كل 3 ايام كده، اجمع شويه محترمين واروح مطبقاهم وشايلاهم بصراحه. وقلت كمان بما اني طول اليوم ببقى المهمه دي تقيله على قلبي، فانا هخليها اخر حاجه في اليوم بالليل وانا قاعده فعلا قدام التلفزيون كده. خلصت المهمه الحمد لله، وقلت بما اننا صحيين كده كده وعندي غسيل هغسله بكره، فبالمره رحت قلت بقى احطه في الغساله، وخلاص احنا اتفقنا ان الغطاء بتاع المسحوق الجل، انا كلمتكم في الموضوع ده كتير، بيتحط جوه الغساله. وبعدها كمان حطيت منعم الغسيل، بصوا اتبهدل مني ازاي، عشان كان في استاذه واقفه جنبي عماله تزقني، ربنا يهديها يا رب. اخر حاجه بقى كنت عايزه اقول لكم عليها قبل ما انسى، عشان دايما بتسالوني عايزين افكار للانش بوكس،
ديما في الحضانة بتاعتها انا مش بعمل لها لانش بوكس، لان الحضانة بتاعتها بالاكل، هم عندهم مبدأ كده ان الاطفال كلها تقعد تاكل نفس الاكل عشان يشجعوا بعض وعشان محدش يبص لحد وكده، فهي الحضانة بتاعتها بالاكل. بس بحط لها علبة صغيرة بحط لها فيها اي سناك، لان هي اخر وجبة ليهم بتبقى الساعة 1:30، بتبقى وجبة الغداء وهي بتخلص على 3 4، فبقول يعني الفترة دي لو جعت يبقى معاها اي سناك، بحط لها خيار، جزر، تفاحة، كمثرى، يعني اي حاجة موجودة عندي في البيت. طبعا السويتس ممنوعة مع ازازة المية. بعد ما خلصت بقى بيجي لي احساس كده اني الحمد لله اقدر انام وانا مرتاحه، حاسه مفيش ورايا حاجات كتير. اي نعم مش بقدر اعمل ده كل يوم، بس حقيقي اليوم اللي بعمل فيه الحاجات دي واحس ان انا نايمه مش ورايا اي حاجه سايباها مثلا في البيت او كده، بحس ان لا طبعا بتفرق كتير، وتحس ان انتوا نايمين كده مرتاحين عكس ما تكونوا نايمين بتفكروا انا بكره ورايا كذا وعايزه اغسل وعايزه اعمل وعايزه اطبق الغسيل وعايزه اعمل كل الحاجات دي، عكس ما تناموا بقى وانتم مخلصينها. يعني ربنا يقدرنا كلنا ان احنا نقدر نعمل ده كل يوم، مع اني طبعا يعني عارفه عشان الظروف كل واحد يعني كل يوم ما بيبقاش زي اليوم اللي قبله، فحسب ظروفنا اوقات حتى بنبقى بره البيت فمش هنعرف نعمل حاجه زي كده لما نرجع، يعني هو طبعا بيبقى حسب الظروف، بس فعلا هو احساس بيكون حلو قوي. اهم حاجه بقى بحب اعملها بعد ما بخلص اني دايما بتسالوني بتستخدمي ايه لايدك، اي كريم مرطب، المهم ان انتوا ترطبوا ايديكوا بالليل طبعا مع شرب المية الكتير. بس زي ما انتوا شايفين احنا بنتعامل طول اليوم مع منظفات، وانا شخصية ما بحبش البس طول اليوم جلوفز، يعني بلبسها في المنظفات القوية قوي، غير كده بستسهل بصراحة وبكسل ان انا البس الجلوفز. فعشان اساعد بقى ان انا احمي ايدي من الحاجات بقى والتقشير والحاجات دي، بحب بالليل خلاص طالما مش هحط ايدي في المية ان انا بس اروح احط اي كريم مرطب، وده السيرم بتاع الضوافر بس كده، ما بحطش حاجة تاني. واخيرا بعد ما خلصت نعمل بقى مشروب دافي كده بالليل يهدي اعصابنا. وبالنسبة لي النهاردة دي ما كانت مطلعة عيني وانا بصور الفيديو ده، فقررت ان انا اشرب حاجة كده تهدي اعصابي بعد ما نامت. المشروب ده هي اعشاب بتهدي الاعصاب اسمها هادئ من رويال، كنت كلمتكم قبل كده عنها كتير. بتتكون مجموعة اعشاب كده زي لافندر وحاجات كتير بتهدي الاعصاب او بتساعدكم على النوم لو انتوا عندكم ارق. بكده تكون الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.